يرجى اتباع التعليمات التالية لإكمال عملية التسجيل على موقع جمعية مهندسي البترول. في البداية قم بفتح متصفح الإنترنت الخاص بك. بعد ذلك قم بالدخول على الموقع المبين في الفيديو. بعد ذلك قم بالدخول على تبويب العضوية كما هو موضح بالفيديو. من الصفحة التالية اختر كما هو موضح بالفيديو. بعد ذلك اختر انضمام إلى سبيعك عضو طالب كما هو موضح. من الصفحة الظاهرة اختر أونلاين كما هو موضح بالفيديو. في هذه الصفحة يطلب منك تأكيد أن لديك مؤهلات الانضمام. اتبع الفيديو ومن فضلك. اختر كما هو موضح بالفيديو. في هذه الصفحة أجب عن الأسئلة التالية لإتمام عملية التسجيل. هنا تكتب أما ميستر أو ميسر. هنا اسمك الأول. هنا الاسم الثاني. هنا تكتب اسم العائلة. بعد ذلك قم باختيار نوع جنسك، ثم ادخل تاريخ ميلادك. هنا اختر القسم التابع له. اختر كما هو موضح بالفيديو. بعد ذلك قم بإدخال بريدك الإلكتروني. يرجى الملاحظة أن بريد تأكيد الانضمام سيتم إرساله على هذا البريد. هذا الحقل اختياري. يمكنك كتابة رقم الهاتف. هنا اختر العنوان الذي تفضل أن يصلك رسالة تأكيد العضوية عليه. يرجى الملاحظة في حالة اختيار العنوان الجامعي سيتم إرسال البريد إلى الكلية ويعرب في المقر الرئيسي في المعمل عند وصوله. هنا اكتب العنوان الجامعي الموضح بالصورة. هنا اكتب عنوان المنزل الدائم. بعد ذلك اضغط على سابميت كما هو موضح. يرجى الملاحظة أن في الصفحة السابقة سيطلب منك إدخال كلمة المرور. هذه الكلمة ستستخدم في الدخول على الموقع الرسمي للجمعية. في هذه الصفحة ادخل بيانات تعليمك. هنا اختر السنة الحالية. هنا اختر اسم الجامعة، جامعة قناة السويس.
هنا اختر القسم التابع له، مثال: هندسة البترول. هنا اختر تاريخ تخرجك المتوقع. بعد ذلك اضغط على زر الموضح في الفيديو. تجاوز هذه الخطوة واضغط على زر الموضح بالفيديو. المساعدة المالية تعنى أي شركة تقوم بالدفع عنك مقابل حصولك على عضوية في الجامعة، لذلك قم باختيار اس. في هذه الخطوة عليك باختيار اس. اضغط على زر الموضح بالفيديو. عند وصولك لهذه الصفحة، فقد انتهيت من عملية التسجيل. تهانينا لك. سيصلك رسالة على بريدك الإلكتروني به معلومات عضويتك، ويحتوي أيضاً على الكارنيه المؤقت. إذا ظهر لك هذه الصفحة، فعليك تسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك الذي تم إدخالها أثناء عملية التسجيل. شكراً لاهتمامك. أحمد الهواري.